قلت لك يا عم جنان تازع يعني من نفس الجنان اللي نقعد فيها بالعادة. يسلم. مين يا دانا؟ هذا أنا خالي، مرحبا. كيف صرت اليوم؟ أهلين فارس. شو ها؟ وردة. مجنانة خالي، مجنانة. يخلخلو عظامك إن شاء الله. قصدي عذبت حالك. يسلموا هالإيدين. لا الله يسلمك، عذاب دانا راحة ست وصال. لا ما شاء الله عنك فتح، من أول ما شفتك حذرت. فوت، ليش واقف؟ لا أنا بس كنت مارق جبلة الوردة يعني، وخلص بلاها ما حلوة. أنت الحلو، تسلم لي. فوت خلصني. نبعت لك الهنا إن شاء الله. نفوت رح احط القهوة على النار. سمعت؟ ضوت الإشارة خضرة. عمرك ستي. أهلين خالو، تفضل. أهلين خال. جيت بوقتك، رح أعمل قهوة. ماشي. أهلين أخي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. دبرت لك إبرة. سلم الإيدين. كتر خيرك، والله بعرف عم أزبط معي. لا شو ولا حكي، لا عذاب ولا شيء. يا ريت طالع بإيدي أكثر من هيك يا أختي. ما عم تقصر والله. دخليك. مين هذا الشاب؟ شكله رح يصير صهري. إذا خجلان بدك تفوت على الحمام لا تخجل. أي والله بعد إذنك. إيه بالصدر وعلى إيدك اليسار. على أساس فيلا يعني. شو صار معك؟ والله تقولي فص ملح وداب. تروح على الجنينة؟ إيه بشرفك فورا. بس خلينا نفوت على الحمام. شوي يا اخي شبه، والله ما خلصت الدنيا. والله ما بعرف، بس الضنا ما بيقولوا الضنا غالي؟ بلى حماك، الضنا غالي وغالي كثير كمان، بس طمن بالك، اعتبر الموضوع منتهي. اليوم راح يكون عندك، بس خلينا نحكي هلا بالشيء المهم. خير؟ شو خير؟ لحد هلا ما شفت منك شيء. بخصوص الدعوة يعني؟ معلوم بخصوص الدعوة، ليش عندنا شيء ثاني نحكي فيه؟ والله يا أستاذ صادق بدك ما تواخذني، والله راسي مضروب مليون قصة وقصة شغلتني. أستاذ عاتب، قلت لك ابنك المسا بيكون عندك، فالله يرضى عليك، فضي لي ذهنك وريح لي بالك، ودور لي عن منفذ قانوني ثبت في حقنا يا أخي. حقنا؟ معلوم حقنا، شو الشغلة صلبطة؟ بدنا نتصلبط على الناس نحن؟ لو بالصلبطة كنا جبنا حالنا محامي مو أنت. ما أنا هذا هو سؤالي يا أستاذ صادق. يعني اشمعنى اخترتني انا بالذات اذا بتقدر تجيب حيلا محامي؟ لا هاي ما حبيتها منك يا استاذ راتب. انا يا اخي ما بيهمني يكون اللي حواليه حرير، انا بدي رجال كبير ونظيف، وانت الانظف والاكبر، وبهالحاله انا بصير نظيف وكبير. لذلك الله يرضى عليك شلي هاي شغله الاولاد من بالك، وفكر لي بمنفذ قانوني. بدي حقي بالقانون يا اخي، وما بدي ارجع معك الاسطوانه القديمه. الله يرضى عليك. امرك اللي بدك اياه بصير،
بس يا استاذ سادي انا بحب ذكرك، انا محامي مو قاضي. القاضي بده اثبات والاثبات عند المحامي. شو بنا استاذ؟ انت سيد العارفين. ما هون حطنا جمال، كمان الاستاذ ادهم عنده اثباتات. يا عيني بهالحالة صارت المعركة كبيرة وقوية. عرفت ليش اخترتك انت بالذات؟ لانه الخصم محرز. مشان هيك شل من بالك ادهم وفكر لي بالقضية منيح. الله يرضى عليك. امرك سادي بك. ارجوك ارجوك لو سمحت انا ماني بك. هذا لقب مهين. انا خيراتي من الشعب. كمان بامرك. سالم غنوجي. سالم غنوجي. حاضر. ليكني هون. تعال تعال. يلا. انت والله بجند حالي هون والله. منك حل عن سماي من وين تحط لي انت روح. تخبر استاذ راتب باين سالم ان شاء الله. تعال. ما تنسى استاذ سالم امالي. راتب وينك؟ كم مرة بدي اتصل فيك؟ كنت الاجتماع ضروري. خير شو فيه؟ سيف شبه كمان انخطف مرة تانية؟ لا راتب، يعني ولد مراهق وكلمة وحكاها. بدك تدقق كل هالقد؟ ما رح دقق. شبه سيف؟ هذا مو حكي تليفون. وينك انت؟ اتصلت فيك على المكتب وما لقيتك كمان، وانا لازم شوفك ضروري. امتى راجع على البيت؟ رجعنا لنفس الاسطوانة. وإمتى راجع وليش تأخرت وين كنت؟ شو عم تبربر؟ ما عم بربر. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت وينك هلا؟ أنا خلصت مدرسة وكنت عم بقضي أغراض وراجعة هلا على البيت. يلا لبعتك سيارة. يلا لك نص ساعة بكون بالبيت، لا تطول علي. يلا بي. شبني يعني لكني قدامك ما شاء الله عني ما في شيء. لا فيك شيء، مالك على بعضك. لك يعني واحد مختفي اخوي، شلون بدي يكون على بعضي لك دانا مشان الله. يعني ما في شيء ثاني؟ شيء ثاني؟ شيء ثاني مثل شو بالله؟ مثل هي اللي اسمها فتحية. لك دانا شبكي؟ شبكي مشان الله شبكي؟ انت ما بتعرفيني. لو بتعرفيني ما كنت حكيتي هيك. لازم تعرفي انه ما في مرة بالعالم شاغلة بالي الا دانا. شو بنا طلع فيني دانا؟ طلع فيني ما عم تصدقيني؟ انا مثل اللي شفت لها مونة زايدة عليك يعني. لك طبيعي طبيعي، مرت اخي واخي مختفي. لا مو مونة مرت اخي. اي لا روح فكرك لبعيد. انا وفتحية كنا مخطوبين. شو؟ قبل ما يعفطوني. ولما كنت مختفي نزلت قذيفة ببيت أهلها روحت كل عائلتها. إجا أخي زيدان وتجوزها ليستر عليها وكتبوا كتابه. هلأ لحتى قررت تحكي لي؟ لك دانا شو من زمان؟ لسه هلأ بنعرف بعض نحن. طيب وهلأ؟ لسه بتحن لها يعني بتحن لهذيك الأيام معها؟ أعوذ بالله. لك دانا شو عم تحكي؟ فتحية مرت أخي يعني مثل أختي. بك بعدين أنا ما بفكر فيها ولا بغيرها، يعني بعد ما الله بعت لي إياكي. لك دانا أنا بحبك. انت بتعرفي شو يعني بحبك؟ عم بفهم لانه انا كمان عم بحبك كثير. اصبح ما بدها شك. مو شك، هذول حركات النسوان انا بعرفها. ليك خيي انت اسمع حركات نسوان، يعني انا مو طالع بهيدي شيء. شو بدك يعني اختفي من الحاره؟ لا وين بدك تفهم تلاقي؟ بلكي رجعوني على القنينه. ما بتستعمل القنينه كثير طويل. وزع هذا الزلمة يحاكيني. أنا زلمة؟ عم يزعجك شيء؟ لا هذا اللي بيعرف طريق أبي
طيب ردي عليه، شو عم تستني؟ لسه بتروح معي ولا غيرت رأيك؟ لك لا، شو غيرت رأيي؟ ردي ردي. هذا واحد تاني عم يقول لي كمان شكله بيعرفه لأبي، بدي ايانا نتلاقى بقهوة التزاز. بتعرف قهوة اسمها التزاز؟ ايه بعرفها، هاي بنص البلد، مارة من قدامها كذا مرة. قال له موافقة نتلاقى بساعة معينة. ايه